الجديدة 6:13 دقيقة. مرحبا بكم أنتم تسمعوا في ستار تايم حتى للسبعة متاع العشية. بعد شوية ضيفي الفنان التونسي اللي باش يرجع لنا بجديد نحكيكم على حسين الدوسة. مقبل هذايا في إطار حق الرد باش يكون معنا محامي المتعهد الحفلات سفيان السيلة الميتر شاهين الخليفي. أهلا وسهلا. أهلا بيكو. أهلا بيافم مصمي إيافم. مرحبا بيك متر شاهين الخليفي. هذا في إطار حق الرد. احنا كان من المفروض أنك البارح تكون معنا مي على غالب صار مشكل تقنية بارامو ولا مشكل في التليفون. المهم أنت اليوم معنا وفما أخبار جديدة. الأخبار تقول أنه أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 اليوم الجمعة بالإبقاء على متعهد الحفلات سفيان السيلة وقالوا أنه فما ظهور أدلة جديدة وظهر فيه تسيب ولا ليه تم الافراج عليه. الحمد لله اليوم معنا النيابه العموميه المحترمه في الساقف معنا قالت بالافراج على سفيان السيلة من ايقافه خاصه انه الملف فيه مساله اثبات الاول والاخر. الملف تبين انه فما فيديو وفما معطيات وفما شهود وفما ادله كلها تاكد انه سفيان ما اعتداش بالعنف على من السويسي واللي مجرد تهويل للموضوع هذا ولا معناها باش هبطوه في الانستغرام ولا في الفيسبوك ولا باش نحكموا على الامور بمظاهرها عن الحمد لله قضاء مستقل تثبت في الادله وتثبت في المعطيات وتاكد معناها نقول بالنسبه للمرحله هذه الخطوه هذه تاكد انه سفيان السيلة لم يعتدي بالعنف. هذا في المرحلة هذه ما زلت قضية سيئة. أما مازال منوبي خذا حال صلاح وخرج يعني فما أدلة تفيد البراءة معناها ترجح كفة البراءة على كفة الإدانة. باش نزيد ونفهموا معك أكثر متر شاهين الفيديو منين؟ نجموا نعرفوا؟ هو الفيديو تو سامبلومون نحكيو بلغة بسيطة ياسر معناها أماني سويسي كي هبطت معناها فيديو قالت اللي هي تحرضت العنف في مكتب من سفيان السيلة واللي هي من دخلت في حالة هستيرية وأصحت في حالة يرسلها ومع لا تقوى حتى على مجرد الحركة. شاهدنا في إطار الاجتهاد وفي إطار حق الدفاع خلينا كاميرا معناها مقابلة للعمارة اللي موجود فيها مكتب سفيان السيلة باعتبار أنه في مكتب سفيان السيلة ما فماش كاميرا. خلينا معناها إكس تري ظاهر اللي هي خارجة في كامل قواها لبس عليها مش كما الحالة اللي وصفتها ولا مش كما الاتهامات الباطلة والكيدية اللي قالتها هنا. تأكد ان هي هبطت لبس عليها. ولكن محامي أميني سويسي قال انه التقرير الطبي يؤكد انه تعرضت للعنف الشديد. شنو يفسر هذا؟ شكون ملا عنفها كي هو مش سي سفيان السيلة؟ شوف اختي التقرير الطبي هو معناها فما اختبار طبي. الاختبار الطبي ساعة يؤكد براءة منوبي من ناحية لخاطر الاختبار الطبي فيه 8 ايام لا اكثر لا اقل. هذا من ناحية اولى. من ناحية ثانية لو مشهدة طبية ما تنجمش تقول لو زيد ولا عمر ولا سفيان السيلة هو الذي اعتدى بالعنف على أمين السويسي. سفيان السيلة قال لي هي ضربت روح يعني نجم نفهم حسب كلامك أنت وروايتك أنه هي ضربت روحها. أنا بالنسبة لي أنا منوبي لم يعتدي بالعنف بتاتا ما ضربهاش ما قربلهاش. واللي يعرف شخص سفيان السيلة أنا فما فنانين على فكرة بابي قوسين هاي حد الفنان روني فتوش اللي كد من لبنان في الظروف هذه وجاء باش يقف مع سفيان السيلة علاش مش على سودانية خاطر يعرف شنو هو الشخص وشنو هي طبيعته وشنو هي أخلاقه. هذا من ناحية مجرد شهادة طبية فيها 8 أيام وشوف أنا الاكستري وكيفاش في محضر سماحة ولا كيفاش نتكلم وأنا أقل حاجة شهادة طبية بتاع 90 يوم يلزم. يعني حسب ما نفهم منك أستاذ شاهين النيابة العمومية اعتمدت على الفيديو اللي أنتم جبتوها. النيابة هي طرف في النزاع. النيابة تمثل الحق العام. احنا بالنسبة لنا كدفاع على سفيان السيلة وقناعة تامة وراسخة ولم يعتدي عليها بالعنف. بالعكس انا نزيد نعطيك معطى تم الاعتداء على سفيان السيلة بالعنف وهذا ثابت معناها حتى بشهادة طبية تحصل عليها سفيان وبالشهود. شكون عنفه؟ معناها على عنفته أماني سويسي. أماني سويسي عنفت سفيان السيلة. هذا في محضر سماعه أكثر منك خليني من عنفته احنا عندنا شهادة طبية تفيد هذا. ومنوبي قال الكلام هذا اكثر منك في محضر مكافحه وفي اطار دوله قانون ونحترم القانون مكافحه بين سفيان السيلة وامين السويسي الفنان نحكي على فنان اعتديت عليه بالعنف اللفظي بحضوري انا وحضور محاميها هي وبحضور بحث البدايه وتسجل الكلام هذا من طرف مامور ضبط عدليه معناها بكل صراحه قتلوا قدام الناس كلها وزيد نسبك هنا الشيء من مأتيه لا يستغرب. واضح استاذ شاهين الخطوه الجايه شنو هي باش تكون؟ احنا ديما الملف يد القضاء ونحترموا القضاء وما نحبوش ندخل في اكثر تفاصيل خاطر عندي تفاصيل اكثر من هكا تفيد اللي سفيان هو معناها مفعول به وليس بفاء. نخلي نحترموا سير البحث متاكدين هو بدات معناها الصوره توضح وتم الافراج عليه متاكدين انه مشيخه ان شاء الله بسنه ربي حكم بعدم سماع الدعوه
وربي يهدي الاخلاق. ايش نقول؟ والحكم اللي باش يكون عدم سماع الدعوه في المقابل، هل انتم باش ترفعوا قضيه ضد اماني سويسي ولا؟ هيك الامر يرجع المنوب. انا بالنسبه لي انا ملتزم بحقي في الدفاع. واضح استاذ شاهين الخليفي، شكرا لك على تدخلك معنا وعلى التوضيحات. ميرسي بوكو. ان شاء الله القضاء يكون هو الفيصل بين اماني سويسي وبين سفيان السيلة، واللي عنده حق ياخذه. بعد شويه ضيفي باش يكون حسن الدوس، نمشيو نسمعوا غنيه من غنيات وداليت وتسويت على اي اف ام، نسمعوا صوت حسن الدوس، نرجع لكم بعد الفاصل.